ذلك النبأ وكالة الأنباء السياسية الروسية AVN، وقد أجمع الحاضرون على إحدى المطالب الآنية، ألا وهي أن الشباب الشركسي في شمال القوقاز يوجهون نداء إلى أمتهم الشركسية يندد بتقسيم المجتمع في السنوات الأولى من الحكم السوفيتي وبقرار من موسكو، عندما جمعت مجموعات شركسية مع مجموعات أرضية تختلف عنها اختلافا جوهريا. نشرت صحيفة برافدا الروسية بتاريخ 13 يناير كانون الثاني مقالا لألكسندر بورن بعنوان روسيا والشركس، تطرق فيه الكاتب إلى التصرفات الروسية في القوقاز بشكل عام ومع الشركس بشكل خاص، حيث يقول في إحدى الفقرات، أقتبس من تلك الفقرة: ونظرا للإمكانات الشركسية في العالم ليست هناك شكوك أن مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية سوف تنتشر في جميع أنحاء العالم، سواء بمساعدة من روسيا أو بدونها. وبتاريخ 6 أبريل نيسان الماضي ذكر الكاتب المعروف بول جوبل على موقعه نافذة على أوراسيا مقالا بعنوان، أقتبس اسم المقال، الضغط الروسي الذي لم يسبق له مثيل على الشباب الشركس يدفعهم للتطرف، انتهى الاقتباس. وذلك عن منتدى عقد في نالشك حضره مندوبون من الشباب الشركس حسب ما وصفهم أحد المتحدثين بأنهم قدموا من قباردا وشركيسيا وشبسوريا وأديغايا وشركيس وأبخازيا وجميع الأماكن الأخرى التي تضم حضورا سكانيا شركسيا كبيرا. ويقول الشباب بأنهم، أقتبس هنا، لم يعودوا يثقوا في أن يكون مصير الشعب في أيدي منظمات اجتماعية قائمة مثل الأديغا خاسة، الجمعية الخيرية، الجمعية الشركسية العالمية التي تعمل بناء على توجيهات من الحكومة بدلا من التعبير عن مصالح الشعب. وذكروا بأنهم ينوون إقامة حركة وطنية شبابية في قبردين وبلقاريا ليتم تسميتها النداء أو جماع، وقام المتحدثين بالتذكير بمشاكل وانتهاكات مختلفة. وعن نفس الموضوع أيضا كتبت الكاتبة الصحفية الشركسية فاطمة اليسوفا مقالا في أسبوعية شمال القوقاز الصادرة عن مؤسسة جيمس تاون بتاريخ 17 من أبريل نيسان الماضي بعنوان، أقتبس اسم المقال أيضا، النشطاء الشباب للكريملين، الوضع الحالي في القفقاز بين قوسين رياح الحرية تقترب، حيث تحدثت في مقالها عن دور جديد وغير تقليدي للشباب على عكس ما عرف بالخطاب التقليدي، ووصف سلوك الشباب الشركسي الناشط سياسيا واجتماعيا بأنه قد تغير، وأعلنوا عن رغبتهم في التصرف كقوة سياسية مستقلة تمثل نوعا جديدا من النشاط الاجتماعي، وهذا الأمر يتعارض مع ما كان متعارفا عليه في السابق. ونشر الكاتب الروسي أفراهام شامونوفيتش، وهو روسي يهودي عاش في إسرائيل فترة أيضا، مقالا باللغة الروسية على موقع القناة السابعة بعنوان، أقتبس اسم المقال، حكومة شركيسيا في المنفى، انتهى الاقتباس. تحدث فيها عن القضية الشركسية من كافة جوانبها، وتناول في مقاله تسلسل الأحداث التي أدت إلى احتلال شركيسيا والإبادة الجماعية وتعاقب الحكومات الروسية بالتعامل مع الشراكسة كل على طريقته، إلا أن العامل المشترك بينها كافة هو استمرار التعامل مع شركيسيا بدون حل قضيتها، وصولا إلى ظهور الجماعات المسلحة المختلفة وإمكانية تطور الأمور إلى إنشاء حكومة شركسية في المنفى. وفي مقابلة أجريت في شهر أبريل نيسان الماضي أيضا مع الدكتور موسى شنب المعروف باللغة الروسية بيوري شانيبوف، والمولود في نالشك في شهر مايو أيار من عام 1935، اعتبر أن العالم الشركسي بين قوسين الذي يشمل الشركس داخل الوطن وفي الشتات
يتوزع على رقعة جغرافية واسعة وتضم 53 دولة من دول العالم. ويتحدث عن استذكار ذكرى المأساة الشركسية التي حصلت مع انتهاء الحرب الروسية القوقازية في العام 1961، أي بداية الاحتفال بداية القيام بتذكر الذكرى ذكرى الحزن الشركسي. ووصف ذلك بتحفيز للشراكسة بعد قرن من الصمت الإجباري، ما لبث أن انتشر إلى كافة البلدان التي يقيم بها الشركس. ويذكر بالمثل الروسي: ليس هناك شيء سيء بدون شيء جيد. ويكمل بأن الكارثة التي وزعت الشراكسة عبر العالم قد تتحول للاتجاه الإيجابي بتوحيد الحرية والوطن. وعندما يجلب الشتات بين قوسين الاغتراب الشركسي للوطن الأم الخبرة الإيجابية بالتنمية المتقدمة من 50 دولة مختلفة. معاني رسالة يلسن: إنه لمن الضروري والمفيد التمعن برسالة الرئيس الروسي السابق بوريس يلسن التي وجهها إلى الجبليين على حد وصفه، ويعني في ذلك التعبير الشراكسة. ويجب هنا قراءة وتأمل ما بين السطور، حيث يقول يلسن: أقتبس، نداء حول مضي 130 سنة على انتهاء الحرب القفقاسية الروسية إلى شعوب شمال القفقاس. انتهى الاقتباس، أقتبس مرة أخرى: تعيدنا الأحداث القديمة التي تعود إلى أكثر من قرن، إلى سنوات النضال من أجل القفقاس والصراع بين مصالح الإمبراطورية الروسية وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا، التي تتحمل كل منها نصيبها من المسؤولية المعنوية لمعاناة الشعوب الجبلية أو الشركس. إن المشاكل التي وصلتنا كنتيجة للحرب القفقاسية، وعلى الأخص مشكلة عودة أحفاد القفقاسيين المهاجرين إلى الوطن التاريخي، يجب أن تحل على المستوى الدولي بطريق المحادثات باشتراك كل الجهات المهتمة. إنه يعني في ذلك، انتهى الاقتباس هنا، إنه يعني في ذلك بأن حل القضية الشركسية، وهنا أقتبس مرة أخرى، وعودة أحفاد القفقاسيين، انتهى الاقتباس، إلى الوطن ليس من مسؤولية روسيا وحدها، بل هي مسؤولية دولية، وأن الدول الأخرى المشتركة آنذاك في الصراع، والتي أسماها وهي بالإضافة إلى روسيا، كل من بريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا، يجب أن تشترك في الحل، وهذا يعتبر تنصلا من المسؤولية في حل القضية الشركسية، وروسيا هي الدولة المحتلة في نظر القانون الدولي، ومن ثم يتم تميع القضية برمتها عند إشراك دول أخرى في قضية شائكة ليس لها ناقة ولا جمل بها، وأن ثلاثة منها بعيدة جغرافيا عن منطقة القوقاز. هذا ناهيك عن أن الدولة الروسية لم تقم بأي محاولة أو مبادرة لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في شمال غرب القوقاز، وكذلك عدم فتح باب العودة للوطن بطريقة صادقة ومن دون وضع قيود أو بث للإشاعات بأن الأوضاع هناك غير آمنة، لترهيب الناس حتى من التفكير بالقيام بزيارة سياحية، فكيف بالعودة للإقامة الدائمة. وقام كذلك بتأكيد حقيقة تشابك وتنافر المصالح في القوقاز، متناسيا أن وحدها روسيا هي التي احتلت القوقاز ولا تزال، وقامت بالهيمنة على مقدراته ومكتسباته وموارده، بالإضافة إلى السيطرة على شعوبه بعد قتل وجرح وتشريد وتهجير الملايين من المواطنين. ويمكن على هذا النحو اعتبار هذا التصرف يتلائم سلبيا مع المبدأ الذي ينص على أسوأ من تطبيق المبادئ الخاطئة التطبيق الخاطئ للمبادئ الصحيحة. محاولات معالجة آثار الإبادة الجماعية الشركسية: تمت مخاطبة مجلس الدوما الروسي والرئيس الروسي الأسبق فلاديمير بوتين وهو رئيس الوزراء الحالي من قبل الكونغرس الشركسي عبر رسائل ووثائق خطية
وذلك لتقدير الأمور حق قدرها وللاعتراف بالمذابح الجماعية ضد